السلام عليكم الخوش، اليوم غادي نوريكم شنو الفرق بين التكر والنشوة ديال الحسون. المهم ما عاد شي طيوره صيد جديد، وغادي نوريكم شنو الفرق بين التكر والنشا. اللهم بريخات الله يبارك. خوت اليوم نوريكم الفرق بين التكر والنشوة. خوش غنبداو بالراس، هو الاول، هذا راس الذكر. شوف الراس ديال الذكر كبير والراس ديال الانثى صغير. راس الذكر كبير والشارب اسود، ورأس الأنثى صغير والشارب أبيض. شو الفرق أخوشا؟ الجناح الذكر أسود وجناح الأنثى أخضر. الطول والفرق بين الذكر والأنثى، واللون الذكر يكون ناصع الأنثى. هذا هو الفرق بين الذكر والأنثى.